بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. قلنا: ما كان لموسى أن يدع هذه الحادثة تمر دون أن يستغلها في تقريعهم تقريعا يضخم في أعينهم شناعة الفعلة حتى يمكنهم أن يستقبلوا المقبل من حياتهم بإيمان ومحافظة على المنهج، شكرا لله على أنه شرع العفو عنهم في هذه المسألة. إلا أننا نقول إن هذه الآية قد بيّنت مجمل قوله في الآيات السابقة: وأنتم ظالمون، لأننا قلنا وسلسلنا الظلم أنه يعود على أنفسهم، لأنه لا أحد من خلق الله يستطيع أن يظلم الله. هنا هذه الآية بيّنت أن الظلم بالصريح عليهم: ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. نريد أن نفهم لماذا جاء بكلمة فتوبوا بعد قوله في الآية السابقة: عفونا عنكم. لأن التوبة كما تكون عن أصل الذنب الأول، بمعنى أن تندم على فعله وأن تعزم على ألا تعود لمثله أبدا، فتشريع الله لهم أن يتوبوا شيء من العفو أيضا، لأنه كان من الممكن أن يأخذهم الله أولا بهذا الذنب، فكونه قد شرع لهم أن يتوبوا بكذا وكذا وكذا وكذا، هذا أيضا عفو عن الذنب، كان من الممكن أن يأخذهم على هذا الذنب. بعد ذلك يقول فتوبوا إلى يبقى معنى توبوا يعني إيه؟ هنا بعد ما فهم أن في عفو، تشريع التوبة هذه عفو. التوبة هنا إيه؟ التشريع اللي شرعه ربنا: فاقتلوا أنفسكم. بعد قوله فتوبوا إلى بارئكم، انظروا إلى دقة التكليف ودقة الحيثية للتكليف: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. توبوا لا إلى من غلب عليكم وقد خلقه غيركم وغيره، بل توبوا للذي أوجد أصل الخلق. من الممكن أن يخلق واحد وأن يأتي واحد آخر ليغلب على من خلق فيأخذه، بقول لهم: لا، أنا لم أغلب عليكم خالقا خلقكم وآخذكم منه، ولكن أنا الذي خلقتكم، وما دمت أنا الذي خلقتكم، الخلق شيء وكونه برأ شيء، خلق شيء وبرأ شيء آخر، خلق إيجاد للشيء من عدم، ولكن برأه سواه على هيئة مستقيمة أحسن تكوين، ولذلك الذي خلق فسوى. وبارئكم دي مأخوذة من بري السهم، كانت آلة من آلات القتال السهام. السهام يجيب قوس كده من 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 شيء زي الخرزان ينتنش ويعمل فيه الوتر، وبعد ذلك يركب فيه السهم ويشد القوس كده والسهم ينتطق. السهام التي تنفذ في جسوم الأعداء يصنعونها هكذا حتى إذا دخلت ما تخرجش، يبقى خروجها صعب، يعمل لها إيه؟ يعني زي دقن كده. إحنا ما فاهمين كلمة السهم، إذا شفت حاجة بتشير إلى حاجة كده سهم، أهو ده السهم، مأخوذ من هذه المسألة. فبري السهام إنك أنت بتجيب نون من الخشب صلب نافذ وتعمله بشكل مخصوص بحيث يكون مدبب الرأس هكذا، ثم يصير إلى خلف على هيئة مثلث،
يقوم دقة البري في أن دي دقة تنفذ من الجسم وتوسع لما بعدها، وما بعدها توسع لما بعدها إلى أن ينفذ كل إيه؟ كل السهم. بري السهم ده عايز دقة بقى. فبيقول أنا بس مش خالد، أنا خلقت وبرأت، يعني علشان أعدكم الإعداد المناسب لمهمتكم في الحياة. وما دمت أنا الذي برأتكم وأنتم اتخذتم إلها هو العجل غيري، لا يمكن أن يكون التوبة عن هذا الذنب أشرعها لكم توبة صحيحة وتشريعي أن تتوبوا وتشريعي كفارة على ذنبكم لون من العفو، وإلا فكان من الممكن ألا أشرع وأن أخذ أخذ عزيز مقتدر، ولكن شرعت. ما هو؟ قال فتوبوا إلى باركم فاقتلوا أنفسكم. لأن الذي برأ وخلق وخلق خلقا مسوى ثم كفرت به وعبدت سواه يطلب منك الحياة الذي وهبها لك. أول حاجة كده أنا عايز الحياة بقى اللي إيه؟ اللي أنا وهبتها لك. علشان نبقى خالصين، حياة وهبتها لك هقول لك أنت اللي تقتل نفسك. اقتلوا أنفسكم، يعني ليقتل بعضكم إيه؟ بعض. وفعلا لما استفزعوا العملية وقالهم المنهج وقالهم الكتاب وموسى قرعهم وقفوا صفوفا قالوا إن الذي لم يعبد العجل هو الذي قتل من عبد. ولكنهم حين وقفوا أمام وجد الواحد يجد أخوه يجد ابنه يجد ابن عمه يجد الرحم اللي بينهم، فأصبحت الألوان الحياء تعتريهم في أنهم يمدوا أيديهم ليقتلوا، فرحمهم الله بأن بعث ضبابا يسترهم عشان ما نؤخذ بالإيه؟ بعين الحياة يشوف قدامه كده، لا ما تاخدوش الحياة. فبعث الله إيه؟ إلى أن استحر القتل وقتل منهم 70,000، إلى أن موسى وهارون استصرخا ربهم وقالوا البقيا البقيا يا رب، فأنهى الله هذه الإيه؟ هذه المسألة. يبقى كلمة بارئكم يعني خالقكم خلقا مسوى، وما دمتم قد عبدتم سواءه وهو الذي خلقكم وبرأكم فمن علامة إخلاص التوبة له أن تردوا إليه الحياة وتقتلوا أنفسكم، أو تقتلوا أنفسكم التي جعلتكم تتمردون على المنهج بأن لا تجعلوا لنفوسكم ملحظا مع الله. وده برضو ممكن أن يحتمله المعنى، ولكن الأخبار التي وردت دلت على أن هناك إيه؟ قتل وقتل وحصل. وأنت حين تستمع إلى أن الله شرع كفارة عن الذنب وسماها عفوا، تعلم جيدا أن الذي أقبل على ما شرع الله من الكفارة وهي القتل شرع ليه القتل، جاءت له لحظة تيقن فيها أنه لا إله إلا الله. ولو كان حيبقى الأمر بأنه بيعبد عجل وعنده ظن في واحد تاني ما كانش يسأل عن هذا التكليف، يقول طيب يبقى كونه يقدم نفسه عشان ينقتل يبقى ده دليل على إيه؟ على أن الآلهة اللي كانت في راسه والأشياء اللي كانت في دماغه انتهت، وإلا لو كان لها بقية من حق في ذاته لقال تمرد. ما تمردش ليه؟ مع أن المطلوب أقسى ألوان الكفارة وهو أن يقتل إيه؟ وهو أن يقتل نفسه. بدي أقول لك أنه ساعة تأتي أمور الشدة يذهب هباء كل ما يدعى غير الله، وبعد ذلك لا يخدع الإنسان إيه؟ نفسه. إذن فقوله فتوبوا إلى بارئكم أي إلى خالقكم خلقا مسوا وقد كفرتم به وعبدتم العجل، فالذي كفرتم به وهو واهب الحياة يطلب منكم أن تردوا إليه هذه الإيه؟ هذه الحياة. وحينئذ تكون الصفقة قد انتهت الدنيا وبقي لكم المغفرة والرحمة في الآخرة. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ها ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
يبقى تاب الأولانية شرع لكم الكفارة، وتاب الثانية بعد ما نفذتم يبقى انتهت الايه؟ انتهت العملية. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. لون من اللجاج في بني إسرائيل، ولون من العناد، ولون من التلكؤ، ولون من المادية في الأشياء. لا يؤمنون إلا بالأشياء الإيه؟ المادية كده المحسة، زي ما قلنا إيه؟ اشتروا بآيات الله إيه؟ ثمنا قليلا مادية. فهم يريدون أن يجعلوا الله مادة، ولم تتسع عقولهم ولا قلوبهم إلى أن شيئا يوجد وهو غير مدرك. وقلنا إن نظرة الإنسان هذه النظرة نظرة حمقاء، ولذلك ردنا الله في هذه القضية، قضية إننا نشوف كده مباشرة، ردنا رد قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إيه في أنفسكم؟ أي الدليل في نفسك، الدليل ليس خارجا عنك، دليل القمة على وجود الإله الذي لا يدرك موجود في نفسك. كيف؟ لأن نفسك كما قلنا مكونة من مادة نفخت فيها الروح، فالروح هي التي تدير هذا الجسم وتحرك كل أجهزته، ما نعرف منها وما لا نعرف، وتؤدي وظيفة الحركة والحس في الحياة. إذن فالجسم مدار بروح، ولكنك لا تدرك أنت هذه الروح، لا تدركها لا بالعين ولا بالأذن ولا بالأنف ولا باللمس. فقل لي بالله، إذا كان بعضك وهو الروح وهي مخلوقة لله لا تستطيع أن تدركها إلا بآثارها، فكيف تعجز عن إدراك مخلوق هو في ذاتك ثم تستشرف لتدرك الخالق؟ إذن العملية مش قياسية خالص. كان يجب الأول أنك أنت تقول ما أعرف الروح دي أهي من جنبك أهي قريبة منك أهي وأنت بها تحت وبها تتكلم، فقل لي بالله أأدركتها؟ لم أدركها، وهي مخلوقة وهي مخلوقة، فكيف يستشرفون إلى إدراك خالق وقد عجزوا عن إدراك مخلوق؟ انظر إلى دقة الأداء في قوله حتى نرى الله جهرة، لأن نرى دي قد تطلق ويراد بها العلمية، رأى ويبقى رأى علما يعني، قال لك لا ده مش ديا، زي مثلا أرأيت يعني أعلمت، يبقى إذن دي مش إيه، ده قال لك جهرة، لكن العلمية دي بتبقى حاجة إيه معنوية وخفية، خفية هم مش عايزين دي، يبقى جهرة يعني إيه؟ يعني مجهور بها واضحة ندركها بحواسنا. هذا السؤال منهم يدل على أنهم لم يتساموا عن المادية التي هم فيها، وكل شيء غير مادي لا يؤمنون بوجوده. يبقى إذن الإيمان بالله ده نقول لهم تعالوا أنتم أغبياء، طب إذا كنت بتقول حتى نرى الله جهرة إذن فالله له مدلول عندكم، الله له مدلول عندكم، والمطلوب بس أنه يبان لكم. طب ما تاخدوا من الإله اللي هو الله اللي باين لكم ده وتسيبوا حتة أنكم تشوفوه، لو كانت العملية دي عشان تعرفوا أهو موجود أو غير موجود ما كنتش قول ما تقولوش حتى نرى الله إيه؟ حتى نرى الله جهرة. إذن العملية لا العقل لم يقف في وجود الله، وإنما وقف في إيه؟ في أن رؤية الله جهرة، يبقى دي الوقفة. ولذلك هو ده اللي هيخلي إيه؟ شجعهم إن موسى قال له إيه؟ أرني إيه؟ أرني أنظر إليك، أرني أنظر إليك، مش كده ولا لأ؟
أرني أنظر إلي، مهموس أرني أنظر إلي. طيب أرني أنظر إليك دي عملها علشان يبين إن دي قضية في الدنيا لا سبيل إليها، لأن هناك فرق بين خلق أعد بأجهزة لها قوانين في إدراكها، وبين خلق آخر سنكون عليه يوم القيامة. ولذلك بنختلف، طب كيف تتصور أن إنسانا يأكل ويشرب ولا يتغوط؟ كيف تتصور أن إنسانا يمر عليه الزمن ولا تأتي له عملية عيض، يعني هدم وبناء في ذاته، ويكبر ويشيخ ويظل هكذا؟ كيف تتصور أن نعيما كلما تأخذ منه ينبت مكان ما أخذت عشان يفضل سليم؟ الله، إذن فالمقاييس هناك غير المقاييس هنا، فلا تنقل مقاييس يوم القيامة إلى مقاييس إيه؟ إلى مقاييس الدنيا. أنت معد الآن إعداد بحيث لا تستطيع أن ترى الحق، وتعد في الآخرة إعداد بحيث يتجلى عليك الحق. وهذا أيضا من النعيم الذي نأخذه، أنت الآن تعيش في آثار الله وآثار قدرته، وغدا تعايشه إن كنت أهلا للقرب عيشة الرائي، عيشة الحاضر، عيشة الناظر، تبقى أدي ميزة. وإلا فأنت تعيش الآن في آثار الله، ولكنك تعيش في الآخرة بآثار الله الباقية وبذاته التي ليس كمثلها شيء. يبقى إذا لازم تخلي لهناك إيه؟ خلي لهناك عمل. فموسى لما جه قال أرني أنظر إليك، قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يحسم الأمر في هذه القضية حسما يوقف العقول عند حدها، وقلنا إن العقل له وسيلة وله حدود، والعين لها هي وسيلة ولها حدود. البشر الآن يستطيعون الشيء الذي لم يكن يرى بالمجاهر، خلنا نشوفه ولا لا، والشيء البعيد قوي قوي خلينا نشوفه بالايه، بالتلسكوب. اذا ففيه ميكروسكوب يكبر الشيء، وفيه تلسكوب ايه، لان الشيء يختفي. لماذا؟ كل ما يبعد كذا متر يقل حجمه كذا، الى ان يتلاشى وترى مثلا الجبل كنقطه، او ترى الرجل الطويل زي الطفل، كل ما يمشي كده يتلاشى يتلاشى يتلاشى. ليه ما تلاشاش هو؟ وانما البعد هو الذي. اذن فالشيء البعيد الذي لم نكن نراه نحن استطاع الانسان وهو من خلق الله ان يعطي للانسان جهازا يرى به البعيد، واستطاع الإنسان وهو من خلق الله أن يجد بجهاز يشوف بالشيء الدقيق الذي لم يكن ليدرك بالإيه؟ بالعين الإيه؟ بالعين المجردة. فإذا كان ذلك عمل الإنسان أمده بأشياء وإن كانت منفصلة عن ذاته، يبقى في الآخرة يمدك الله بأشياء من ذاتيتك لترى بها ما لم تكن ترى. إذن فوجود أشياء لم تكن مرئية فرؤيت، وأشياء لم تكن مدركة فأدركت بوسائل البشر، تقرب لنا أننا في الآخرة سنعد إعدادا. إذا كان إعداد البشر عمل هذا، يبقى إعداد خالق البشر إيه؟ يبقى يخلي لي ذاتية. وقلنا كمان أن الإنسان مثلا يبقى نظره ضعيف فيذهب إلى طبيب العيون، وبعد ذلك يقول له لا أنا أجيب لك نظارة، النظارة دي نظارة بعد أو زي ما بيقولوا نظارة مسافة. إذا اللي ما كانش بيشوف بيشوف، واحد تاني طبيب تاني أمهر منه يقول له ليه أنا أقدر أعمل لك في عينك نفسها عملية بحيث ما تستغنى عن النظارة؟ يبقى دوك أعانه بآلة، ودي أعانه بذاتية في العين. فإذا كان ذلك هو البشر مع البشر، يبقى الحق سبحانه وتعالى يعدنا إعداد عشان إيه؟ نبقى نتمتع بالنظر إلى إيه؟ إلى وجه. لكن في الدنيا حسمها الله حسما مع موسى، أرني أنظر إليك، يعني أنا مخلوق على هيئة لا تمكنني من أن أراك، فإن أريتني أنت أقدر أنظر. إذن فالعجز جاي من ناحية إيه؟ من ناحية البشر، إن ترني
انظر اليه. فالله حسمها حسما وقال انا ايه انظر الى الجبل، فان استقر مكانه فسوف ايه تراني. فلما تجلى ربه للجبل، اذن فلله تجل ولا ايه؟ اذن فلله تجل، وتجلى على خلق هو الايه؟ هو الجبل. ما دام لله تجل يبقى الله يتجلى، وعلى خلق هو الجبل. لكن الجبل اللي احنا نعرف له الصلابة والقوة والتماسك وبنضرب به المثل صامد كالجبل وإلى آخره، ايه اللي حصل للجبل؟ جعله دكة، فكأنه يقول له أنا لم أضن عليك بالرؤيا، ولكنك رحمتك بأن ما تجلش إليك، لأن الجبل وهو أصلب منك وأقوى حينما تجليت عليه دك. فلما رأى موسى الجبل قد دك خر موسى صعقة، يا سيدنا موسى إذا كنت أنت صعقت من رؤيتك للمتجلى علي، فكيف لو رأيت المتجلين؟ فربنا حسم الإيه؟ حسم المسألة حسم علشان ما نستشرفش إلى شيء لم نكن معدين له. وعجز الإنسان عن شيء لم يكن معدا له لا يقال عجز، لا يقال، إنما ما أعدش لهذا. فحين تفهمه أنك عاجز عن هذا ولا تعمل عقلك فيما أنت عاجز عنه، تكون قد وفرت قوتك ولم تتعب خاطرك ولم تشغل بالك. وأنا قلت التلميذ اللي في الإعدادي إذا جبنا له تمرين هندسة من بتاع الثانوية وقلنا له حله، فالذكي ساعة يقرأ التمرين لا يرى فيه معطيات تحله في اللي عارفها، يعني القواعد اللي عنده ما تحلش التمرين ده، يوم ساعة ما يبص لها كده يقول لا أنا ما أقدرش أحل التمرين ده. يبقى قدر أم لم يقدر؟ يبقى قدر. وعلمه أنه عاجز عن حله لأن ما عنده من المعطيات السابقة ما يحلوش، يبقى فهم. طب هب أن تلميذا آخر ظل طول يومه يجيب يقول نفرض كذا ونعمل كذا، وقعد بقى يلخبط، يبقى قدر ولا ما قدرش؟ يبقى إذن قولهم العجز عن الإدراك إدراك، العجز عن الإدراك إدراك. يبقى ما نشغلش نفسنا بمسألة، ويكفي أن نعيش في آثار ذات الله. حين نعيش في آثار ذات الله يبقى المؤثر يبقى موجود، وكونه كده مش واضح لنا، دي من العظمة. وبعد ذلك نسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الإيه؟ بالنظر إلى وجهه الكريم. لكن هم قالوها بقى تعنت، يعني مش هنصدقك بكل ما جئت به هذا إلا إذا كان نجد إيه جهرة. وبعد ذلك ربنا يقول لنا إنني بعثت لكم موسى له. هذا سؤال دائر، هذا سؤال. يبقى لما طب هيبعث لنا موسى ليه؟ ما دام يقدر يكلمنا احنا ويظهر، طب انا عايزين موسى نعمل بايه بقى؟ طب ما احنا هناخد من المصدر نفسه. يبقى اذا قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله ايه، حتى نرى الله ايه جهره. فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون، ساعه ما اجترأوا هذا الاجتراء اخذتهم الصاعقه. والصاعقه اما نار تاتي واما رز من عذاب شيء يعمل. ولذلك مأخوذة هنا الصاعقة في طلب الرؤية زي وخر موسى إيه؟ وخر موسى صاعقة. إلا أن الحق حينما قال فيهم ثم بعثناكم من بعد إيه؟ موتكم لعلكم تشكرون، ولكنه قال في موسى فلما أفاق، فلما أفاق. يبقى ديك عايزة بعث، إنما دي عايزة إيه؟ دي إفاقة. فكأن مسألة موسى كانت إيه؟ الأخف. ولذلك فلما أفاق، لأن الإنسان يفيق من إغماء من دوخة يعني كده ولا حاجة زي كده، لكن دوخة قال بعثناكم، فكأن فيه إيه؟ فكأن فيه إيه؟ ثم بعثناكم من بعد موتكم. البعث هو إيه البعث؟ البعث إسارة الشيء عن محله ليتحرك حركة ذاتية فيه، يعني شيء موضوع في مكانه وبعد ذلك تحركه وتثيره من مكانه. إن فضل ما يتحركش إلا بيك يبقى مش بعث،
انما انت تحركوا مكانه عشان يتحرك حركه ذاتيه بقى، يبقى عنده حياه مستقله. النائم مثلا لما جاء الحق سبحانه وتعالى في سوره الكهف فضربنا على ايه اذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم، ثم ايه، يبقى برضو البعث يجي تحريك الايه اللي نايم ده علشان ايه يتحرك حركه بالغير ام بذاته، يبقى بذاته يتحرك حركه بايه. ثم بعثناكم من بعد ايه موتكم وانتم لعلكم تشكرون. وبعد ذلك جاء بموقف اخر من بني اسرائيل، وكانوا في الصحراء، وانتم تعلمون الصحراء اولا ما فيهاش كدن يقيهم من حرارة الشمس ولا فيها الزرع، وما دام ما فيهاش زرع يبقى طبعا ما فيش فيه مية، لأن لو كان فيه مية كان يبقى فيه زرع، تبقى المشاكل اللي هيتعرضوا لها في الحتة دي أي عايزة إيه؟ لا قبل المية إيه؟ لأن الإنسان مش هيقعد يشرب طوال، الواحد يقعد يشرب في اليوم مثلا 5-6 مرات ويأكله في اليوم 3 مرات، إذن فهو لا يطلب الماء إلا كذا مرة ولا يطلب الطعام إلا كذا، إذن فبعض الوقت غير مشغول بماء ولا بطعام. إنما حكاية الشمس دي عايز ضرورية بقى، يبقى إذن لازم يجيب ظلالنا الغمام دي الأول لازم، لأن تصوروا بقى ما لهمش كن ولا حاجة توريهم ولا أي حاجة، والشمس بقى صعب، يبقى أول حاجة يعمل لهم إيه ظلل، وبعد ذلك حيستسقم ويجي لهم الايه، وبعدين يجيب لهم الطعام المن والسلوى. شوفوا بقى الترتبات، شوف ترتبات النعم ازاي. يبقى لما يكون في الصحراء يبقى اول اللي يشغله ايه، ما هوش عايز اشرب شب، مش انا عندي ري وشبعان، يبقى ايه اللي انا عايزه ده الان، لازم الظل. يبقى ظللنا عليكم الغمام. شوف مدارج الرحمه، شوف مراحل النعم فيهم على حسب الحاجه. ظللنا عليكم الايه، جبنا الغمام كده وعملناه ايه ظل. ولذلك لما هيجي يأمرهم بحكاية التوراة الرب اللي بيخاطبهم يقوم يقول شوف انا ظللت عليكم الغمام، وبعدين جه لما يجي يقول خذوا ما اتاكم ايه، ما اتاكم بقوة، ما اتيناكم بقوة في التوراة، ام قال انا جبت الجبل وجعلته ظل عشان يذكرهم بايه، حكاية ظللنا الغمام دي. الله، إذن المسألة فيها استخدام لنعم الله فيما يهيج الإنسان على طاعة الإيه؟ طاعة الله. ظللنا عليكم الإيه؟ الغمام. طيب وإيه بعدين؟ وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزق. قال لك لأن الغالب إنهم أول ما كانوا يمشوا يقوموا يعطشوا الإبل، وبعدين يروا الإبل، والإبل عندها آلة لخزن الإيه؟ لخزن الماء، ويأخذوها على الإيه؟ فكانوا دائما يحتاطون بالماء يمكن أكثر من احتياطهم للطعام، لأن احنا قلنا أن حاجة الإنسان إلى إيه؟ إلى الماء أكثر من حاجته إيه؟ إلى الطعام. طب ودي حتة لا فيها زرع ولا فيها أي حاجة، فقال داني أنزلت لكم المن والإيه؟ والسلوى. المن ده احنا كنا فلاحين نقوم نشوف بعض اوراق الشجر يجي عليها نقط حمراء كده، برضو بنقول عليها ايه من، احنا نقول عليها ايه من، هي دي، بس ديكها بتبقى بيضاء وتنزل كالقطرات بين الفجر وطلوع الشمس. وشفنا الاشجار التي توجد عليها في العراق، وفي الصباح يأتون بالملاءات البيض ويقفوا ويهزوا الايه الشجر، تقوم القطرات اللي هي مبلوره على الورق دي تنزل على الايه على الملاءات، يجمعوا القطرات دي كده وهي دي الايه المن. طعام حلو، يمكن انتم شفتوه في الحلويات اللي بتيجي من ايه من العراق، ده اسمه ايه ده المن. يبقى المن قطرات توجد على الشجر على بعض الاشجار، وبعد ذلك تنزل بين الفجر وبين طلوع الشمس يستقبلونها ويجمعون منها. الآن معمولة منها تصنيعات ومصانع عمالت إيه وشيء فيه طعم القشطة وحلاوة الحلقوم كده، مادة حلوة. طيب دي المادة الحلوة،
والمادة الحلوة دي احنا نعرف ان لما واحد يكون والعياذ بالله عنده سكر ولا حاجة وبعدين انحرق السكر عنده كتير يوم يقول له ايه خد قلب سكر، لكن السكر ده اسرع حاجة في التمثل على طول يعني. فاذا المن جاي علشان يقدر يغني بايه يدي الحياة المسعفة. والسلوى انتوا عارفين الطير اللي بيسموه السماني، هو ذا السماني، يبقى جاي لهم المن والسلوى دي لا عمل لهم فيه ابدا. طيب رزق جاي من عند الله بدون ايه تعب وبدون ايه مشقة، لكن المن مصدره الاول مش المباشر غير مملوك، وما ما يعرفوش الندى ده بيجي ازاي، قطرات الندى دي بتيجي ازاي وتتعمل ما يعرفوش، انما الشجر بيهزوه صحيح صحيح ما فيش مانع. طب والطير السماني ده اللي بيجي طير اسراب اسراب، قال لك الله، طب ما يمكن الاصل ده ما ينزلش المان، ويمكن الطير ما يجيش النهارده، احنا عايزين حاجه تبقى ايه ملكينها كده، هو عاملينها احنا باذنه مما تنبت الارض. فكأن ايمانهم بالغيبيات ايمان ضئيل تافه، ويريدون الامر المادي ولو كان دون ما دون ما ياكلون، وكأن ثقتهم بعطاء الله ثقة غير موصولة، لأن لو ثقتهم بالله موصولة يقول الذي رزقنا الآن لا يضيعنا مثلا، إنما أقول لك لا يمكن ما تجيش، وهل هي تأتي بذاتها ولا مأتي بها؟ إذن فالكلام معها لا كلام، وإنما كلامنا في الآتي بها، وما دام ربنا هو اللي منزل المنة والسل يبقى ما يصح. ولذلك حيقولوا فيما بعد بقى لن نصبر على ايه؟ على طعام واحد، على طعام واحد يعني ما نقدرش نعيش على وتيره واحده. اوعى طعام واحد دي أن تفتكر ان يعني طب ما هو المن طعام والسلوى طعام، يبقى طعام واحد ده طعامين، تقول له لا انما بتيجي وجبه واحده ولا لا. افرض ان فيه بقى مثلا اهل الساحل اللي كل يوم يجيبوا السمك ويعملوه اصناف، منه مقلي ومنه مشوي ومنه صياديه ومنه مسلوق ومنه مش عارف ايه مثلا، وبعد ذلك الواد يقول هو كل يوم طعم واحد كده واحنا مع انه الوان ايه متعدده، يبقى معنى طعم واحد يعني ايه؟ يعني مائده رتيبه وان كانت متعدده الايه؟ متعدده الالوان، انما هي بتاعه كل ايه؟ ما بتاعه كل يوم. اذا فما تقولش اذا برضو دي في حكايه لما تسني وتجمع وبعدين يجي لك واحد زي اللي قلناها بتاع ايه؟ استعينوا بالصبر والايه؟ او الصلاه، وانها مش وانهم. الحق سبحانه وتعالى قال أهدى تعنته، أعطناهم المن والسلوى بدون كد وبدون تعب. بقى بعد ما عملوا هذه العمايل وبعد ذلك يعاملهم الله وهذه المعاملة، دي معاملة إيه؟ معاملة تواب، معاملة رحيم، معاملة منعم، معاملة ناس يريد أن يحملهم على منهج الله، ولكن هم ربنا بيعدد دي لهم ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى ينزل هذا القصص كما قلنا تثبيت لفؤاده صلى الله عليه وسلم وتثبيت لفؤاد من معه، فهو يريد حين يذكر ذلك أن لا تقع أمة محمد فيما وقع فيه بنو إسرائيل. يبقى إذا هذا المال وإلا بيقول لنا حدود التاريخ، لا ده عبرة، وعبرة لمين؟ لقد كان في قصصهم عبرة، عبرة لأولي إيه؟ لأولي الألباب. فبيدينا بقول كأنه يقول هم فعلوا ذلك فإياكم أن تفعلوا، هم فعلوا ذلك فإياكم أن تفعلوا. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. دي تلت مرة وأنتم ظالمون الأولى مش كده، وبعد ذلك ظلمتم أنفسكم، وبعد ذلك جاءت بالنص ما ظلمونا ولكن ظلموا أنفسكم. يبقى أول مرحلة إيه؟ أنتم ظالمون على إطلاقكم، وبعد ذلك جاءت الآية قالت ظلمتم مين؟ ظلمتم إيه؟ أنفسكم. خلاص كونك ظلمت نفسك لا يمنع أنك ظلمت غيري، لأن العطف منه ظلمتك وظلمت فلان،
يقول إياكم فما ظلمونا ولكن إيه؟ كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم. فيه مرة يجي رغدا حيث شئتم، لما تسمع كده رغدا حيث شئتم، ومرة حيث شئتم إيه؟ كلمة حيث شئتم دي تدل على إن عندك ألوان إيه؟ ألوان كتير، ورغدا يعني خصب كتير. إذن ديكها في الأصناف ودي في الكميات للصنف الواحد، يبقى في أصناف وفي كميات للصنف الواحد. ساعة ما يقول لك كلوا رغدا افهم إن المخاطب نوعين. ساعة الخطاب واحد كان جعان وواحد مش جعان. اللي مش جعان ده نخاطبه فيه ونقول له ألوان متعددة لأن من أخصب تخير، إنما الجعان ده إيه؟ عايز أي حاجة. يبقى مرة يقدم حيث شئتم للمتبغدد، للي إيه؟ بيتبغدد. يقدم حيث إيه؟ قدامك ألوان كتير، ما عجبكش ده عجب ده، إنما الثاني ما بيتبغددش. يبقى إذن هو يخاطب صنفين، واحد شبعان وواحد جعان، مش كل الناس على حالة واحدة. إذن ما تقولش ده قدم هنا وأخر هنا، وقال قل له السياق، السياق هو الذي يحكم الألفاظ في أماكنها، فلا تقل أنه قدم وأخر، لا ما تنفعش إلا كده، ما تنفعش إلا كده. القرية قالوا أنها بيت المقدس، وقالوا أنها فلسطين، وقالوا أنها الأردن. أي قرية تقولوا إيه القرية؟ أهم لما خطبوا بها عرفوها ولا لا؟ المخاطب بها يعرفها أم لا؟ يعرفوا. ادخلوا، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. طيب ادخلوا القرية، هي دي اللي حيقول فيها في آيات أخرى قالوا لا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها العمالقة ودول قوم جبارين. وبعد ذلك لما جاءوا فيما بعد على آيات نون ودخلوا، ماذا حدث؟ الله يقول لهم ادخلوا الباب سجدا. سجدا يعني دي منتهى الخضوع. طيب وقولوا حطة يعني حط عنا ذنوبنا حطة. تمردهم حتى في الأمر يجيبون إليه مصحوب بتلبيس حق بباطل. ما احنا قلنا زمان ولا تلبسوا، لكن دي خاصية فيهم. هم برضو دخلوا الباب بس مش سجدا، دخلوا يزحفون على أدبارهم. طب بالله قولوا، المشقة فيما صنعوا أم فيما تركوا؟ فيما صنعوا. طب شوف تصور بقى واحد عمال يدخل وهو بقى الله، فكأنهم ارتكبوا مشقة أكثر من المأمور به، ولا يكون ذلك إلا إرادة المخالفة، إرادة المخالفة بس. وبعد ذلك قال لهم قولوا حطة يعني حط عنا ذنوبنا، برضو لبسوا الحق بالباطل فيه وقالوا إيه حنطة، قال يعني استهزاء بالإيه. يبقى إذن الحركة والقول، تكليف يا بحركة يعني فعلية يا بقول لساني. ففي الحركة قال ادخلوا سجدا، وفي القول اللساني قال قولوا حط. في الحركة غيروها إلى أصعد، مش غيروها إلى أسهل نقول ده ديك شقة عليهم وديا سهلة، لا. طب وقوله حنطة ما مدلولها؟ مدلولها عدم النطق بلفظ الحق ولو كان أمر ملوش معنى عنده. يبقى دي عمل مين؟ عمل الذي يحب أن إيه؟ أن يخالف. عمل اللي يحب أن يخالف. الله، كأنها المسألة عناد، مسألة عناد، ومع ذلك يوالي الله نعمه عليه. ناس يقولوا إيه الحكاية دي؟ إيه الحكاية دي؟ الله سبحانه وتعالى يريد
أن يقطع أمام خلقه سبيل التحدي لخلقه، فيقول أنني لم أدخر وسعا في الإنعام لاستبقاء أثر الخير في الأرض، لم أدخر وسع في الإنعام. ليه؟ الذي يقول لك الله حليم والله ستار، والله الذي جعل ربنا حليم وستار ليه؟ أصل إذا نظرنا لا نجد واحدا يظلم الله ولا واحد يؤذى الله. إذن فعلام يكون الانفعال، الزعل عليه كنت، ولأنها صنعته يحب أن تكون في أحسن هيئة ويحب أن تكون في أحسن حالة. ولذلك أنا قلت مرة إن من العجيب فيه مع خلقه أنه يكلف فيعصيه المكلف فيحب من يستر عليه. مسألة دقيقة. ليه؟ لأن هذه العملية زي عملية قبول التوبة لضمان عمارة الكون وعدم استشراء صاحب المعصية. لأن قلت لو لم يشرع الله التوبة في الذنوب كان اللي عمل ذنب واحد يا ويل الكون منه، ما هو خلاص يسموه فائد. إنما يقول له لا لا أنت عملت الذنب دي، يريد أن يفطم شراسته، يقول له لا أنا أتوب وأنا أقبله. ليه؟ ليحمل المجتمع من شر استشراسه. كذلك الستر دي والستر. ليه؟ قال لك لأن هناك فارق بين أسوة ترى فتقلد. فهب أن إنسانا ضعف أمام نفسه وارتكب معصية مستورة، ما بيقولكش اقعد بحلق عينيك له واقعد تتبعه. ليه؟ لأن حسبه من حياء الدين أنه يستقبح أن يراه الناس، ويبقى ده في خير، ما تهتكش سبيل الخير فيه وبعد ذلك تبرزه للمجتمع يوم يستبيع، يقولك ما ده من فضاح. ها؟ لكن طالما أنه يستتر بعمل الشر نقول له ما دام ده يبقى فيه بقية إيه؟ بقية خير وبقية حياة. فإن هتكت ستره ماذا يكون منه؟ يفجر وخلاص، يقول لك وانا خايف على ايه بقى. ولذلك اللي ارباب بيقول لك ده انا ارباب سوابق. يعني ايه ارباب سوابق؟ يعني انا ما يهمنيش بقى اروح الاسم وانحجز وانعمل فيها اللي منعمل وخلاص، وهوش المجتمع كله بهذه المسألة. يبقى ليس من مصلحة احد اننا نفضح ما أمكن. ولذلك تتبع العورات يقول لك ده بيعمل أسوة سيئة في المجتمع، الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. لأن الصغير يقول لك ليه هم ليه عملوا إيه؟ قال لك عمل كذا، والصغير يتسمع أذنه إن عمل ويشوف إنه عمل. لكن لما تكون مستورة يبقى حسب الإنسان مش أسوة السلوك في القبيح، لا حسب الإنسان تحديث نفسه هو بالقبيح. وبعد ذلك ما دام مش عارف الناس برضه محافظ على ان الناس ما تعرفش عنه ايه؟ ما تعرفش عنه حاجه. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم ايه؟ خطاياكم وسنزيد المحسنين. نغفر لكم خطاياكم وسنزيد الايه؟ المحسنين. انت تقرا في القران للذين احسنوا الحسنى وزياده، للذين احسنوا الحسنى وزياده. قيل الحسنى جزاء لمن احسنوا، فما هي الزياده؟ قال رؤيه ربهم يوم القيامه. اسال الله ان يجمعنا بكم في القريب العاجل لنتم ما بداناه، والسلام عليكم ورحمه الله.